نحن متواجدين هلا بمدينة كسب بمزرعتي. مزرعتي مزروعة تفاح، كسب تشتهر بالتفاح. زراعة التفاح بدأ بكسب بداية الستينات، معظم الأهالي كانوا مزارعين، 90% كانوا يعيشوا من الزراعة. قديما من القمح والشعير، وبعد تطوروا شوي وزرعوا التفاح، وتدريجيا صاروا يزرعوا الدجاج وفي عنب، كونوا منطقة جبلية، منطقة عالية مناسبة للتفاح. ارتفاع عن سطح البحر بحدود بين 800 و900 متر حسب المنطقة. بعد الأزمة الاقتصادية عانينا فيها كثير، بعد بأزمة سوريا وبداية الأزمة لهلا، يعني تدريجيا المزارع بيعاني من التضخم الاقتصادي. العملة الصعبة أثرت، ما ضل في توازن، أثرت على المشتريات، مثلا السماد والمبيدات الحشرية اللي بنرشها. هلا كتفاح عندنا كذا نوع من التفاح، الأنواع الرئيسية الجولدن والستاركم. والفترة الأخيرة خلال 15 سنة دخلنا كذا نوع وجبناهم من برا، زرعنا والحمد لله إنه نجح عنا هيدا التفاح. في عنا الكريمسون، في عنا جالا، في عنا السيفن أب وهالأمور. ومن التفاح إذا بدنا نحكي عن التفاح، ما منكب شيء من التفاح. البيوع على الأرض بنسوي خل، منجفف منه، منسوي فواكه مجففة، ومنسوي منه مربى وخل. عن الخل حكينا وهالأمور. يعد تفاح كسب أجود أنواع التفاح، خاصة الجولدن والستاركن. يصدر الخارج، عراق، أردن ومصر. في تجار يجوا ياخذوا ويصدروا لكذا بلد. موسم التفاح بيكون لحق، منقطف التفاحات، منسوي منهم مربى، منسوي منهم ملبن، منجفف تفاح كمان، والخل آخر شيء. بس يكون حلي التفاح صار حلو، منقطعهم، منفرمهم، منعبيهم بأواعي كبيرة، منخليهم مدة سنة ليتخمروا يصيروا خل، بعدين منعصرهم، منأخذ مية التفاح لحالها، منعبيهم بالأناني، نستعملهم. والملبن، هدول أنواع الملبن كمان نحشيهم جوز للضيافة، ناكلهم هيك كمان. والمربيات كمان منسوي مربى، نطحن، نعمل مربى مطحون، ومنسوي مربى كمان هيك شقاس. المربى منجيب تفاحات من الأرض، منقطعهم، نغسلهم بعد ما منقطعهم، منقشرهم، نغسلهم، منحط على كل كيلو تفاح 3/4 كيلو سكر، منحط معه شوي قرفة وقرنفل مشان تعطي نكهة. بعدين منزيد عليهم على كل كيلو تفاح منحط نص لتر مي، منحطهم على النار ليغلوا. نحن بكسب نعمل هالمنتجات، الملبن والشو اسمه المربى، خل مشهورة كتير، بيجوا من برا بيطلبوا خل تفاح. والملبن كمان لزباينا بيجوا بيشتروا، ونحن كمان ناكل بالشتاء، من موين مشان ناكل بالشتاء. أغلب البساتين بكسب تفاح، وفي دراء كمان، بس
تفاح مشهورة كتير، أو مدخول يعني بيبيعوا وبيعيشوا من مدخول التفاح، أهالي كسب. في أنواع تفاح كتيرة منوعة، أحمر أصفر صيفي شتوي، كل شغلة إلى يعني كل نوع إلى موسمه، بس كله طيب. بصير عنا مهرجانات بالصيف بيعرضوا منتجات كسب، التفاح هي أكتر شيء، والخل كمان بيعملوا كمان ملبن تفاح مجفف ومربى مشان يبيعوا. شفتوا قبل شوي كيف أنا كنت عم نعمل المربى على الحطب. الحطب بيعطي نكهة وريحة كتير طيبة، وبما أنه نحن عايشين بضاعة أنه طبيعي أنه نشتغل على الحطب، وهذا كمان بقيان من الفراس. هلأ المربى نحن منصنعه، منقطف العنب، منغسله، وبعدين منفرق الحبات عن العنقود، منحطهم، منضيف عليهم سكر ومي ومنغيهم لحتى يستوى، منعبيهم بالأطرميزة. الزبيب منحطه بمي، مية الرماد، يعني الرماد منحطه بمي، منريح الرماد ومنستعمل المي، منغلي المي مية الرماد، ومنحط العنقود هيك بقلب المي، وبعدين منمدهم، وبس ينشفوا بيصير زبيب، منشيلهم من هي ومناكلهم بالشتوية. الملبى نفس الشيء، ناخد مية العنب منمده ومنغلي كويس، منمده يبث، وهيدا طبيعي كتير ما في سكر، يعني بس مية العنب. اندكس العنب كمان نفس الطريقة، بيعصر المي، بياخدوا بس المية بيغلوها آخر شي بتصير هيك، وهيدي كتير مفيدة، كمان ما فيها سكر، بس مية العنب هي حلوة طبيعية، ان تعطي طاقة بشتوية. نفس الشي عصير العنب وخل العنب كمان كله بينعصر المي وبينعمل منه. هلأ نحن نعمل ملبن بكذا فاكهة موجودة بكذا، بين تفاح دراء والتين، التين كمان منجيبه من قشره، نطفصه، بعدين نسلطه على العصارة اليدوية، وبعدين منمده هون، وبس يبس نعمله مثل هيدا ونطلو بالشتوية مع جوز، كتير بيطلع طيب. بيصير مهرجان كل سنة، وتقريبا كل الناس بكسب اللي عندهم منتجات يدوية بيشارك بهيدا المهرجان. المهرجان هو فرصة لكل الناس انه يعرضوا منتجاتهم، ويصير سوق مبيع، انه الناس اللي بتجي، بما انه المنطقه منطقه سياحيه، الناس اللي بتجي من برا بتحب تشتري الشيء المصنوع يدويا، وبما انه كسب مشهوره انه كل شيء مصنوع يدوي نظيف وطبيعي، فالناس كتير بترغب، وكل سنه كل الناس بتجي وبتشتري.
الحضاري طالما تشتهر بزراعة الخضروات والفواكه بجميع أنواعه ومادة رئيسية التفاح، والأهالي هون والتفاح كمادة زراعة التفاح مادة مناخ بارد، ومنطقة طرامة ترتفع ارتفاع قرابة 1000 متر على سطح البحر، وأرامه تابع لمنطقة سلمفري، وأرامه فيها 7 عيون، وفيها كنيسة يعني، وفيها مزار لمريم العذراء، يعني فيها تشتهر بجميع أنواع الزراعة وزراعي وسياحي بنفس الوقت. مردود الأهالي هون على الزراعة وعلى زراعة القمح، زراعة الشعير، بالإضافة لزراعة الخضروات والفواكه. تشتهر كمان قرية طرامو بالثروة الحيوانية من تربية أبقار وأغنام وماعز ودجاج، واكتفاء ذاتي يعني للقرية من تربية الأبقار والأغنام والدجاج، إن كان لحوم إن كان بيض إن كان ألبان أجبان، يعني للأهالي وخبز التنور، يعني من كمان من الضيعة نفسها، من القمح نفسه تبع الضيعة بيعملوا خبز التنور. بلدية أرامو تضم حوالي 21 قرية ومزرعة. عدد السكان الإجمالي للبلدية 9000 نسمة. يعمل معظم الأهالي بالزراعة. تبعد عن مركز مدينة اللاذقية حوالي 50 كيلومتر. من هذا الموقع نحن في قرية أرامو، ترتفع عن سطح البحر حوالي 900 متر. عدد سكان هذه القرية 1200 نسمة. تشتهر ببعض المعالم الأثرية ككنيسة القديس استيفانيوس ومقام السيدة العذراء ومقام سيدنا الخضر أو مار جيسوس، كونه مقام مشترك للمسلمين والمسيحيين في هذه القرية. كما تظن مع دير يقع في قرية دير توما اسمه غير توما، كنيسة القديس استيفانيوس بنيت 1267 وإلى ترميم عام 1957 من قبل الطائفة المسيحية. تشتهر هذه كما يوجد مقام السيدة العذراء في يقع في مقابل قرية أرامو، بنيت في عام 1315 وإلى ترميمها بعام 1995 ولم تكتمل الترميم بشكل كامل. تشتغل قرية أرامو تعتمد بشكل كامل على الزراعة، زراعة التفاح وأشجار الخوخ والجاس، كما يعمل سكانها بزراعة التمر وزراعة القمح. تشتغل بتربية الحيوانات. العلاقات بين العلاقات مساعدة وانسجام سواء بين المسلمين والمسيحيين في هذه القرية. قرية أرامو يعني في نشمبة بخلية محل استيقظ العالم من الساعة 5 صباحا وزوهم إلى الحقول، يعملون في الزراعة وقسم منهم يتوجهون باتجاه المدينة إلى وظائفهم. بالنسبة للأعراس قبل 10 سنوات الأخيرة كانت عبارة عن تعتمد على الطبل والزمر، تقام 3 أيام، لكن من الفترة الأخيرة أصبحت تقام الأعراس بالمقاصف.
وفي عندنا بالنسبة للعادات والتقاليد، في عندنا في عيد الكنيسة الكنيسية أو عيد القديس استيفانيوس، يصادف في أول يوم أحد في 15 من أب، يحتفل أخوتنا المسيحيين بأجل الكنيسة وإقامة الصلوات حيث يأتي الرغبان والمطران من مدينة حلب إقامة الصلوات في الكنيسة، وذهب لزيارة في اليوم التالي ذهب إلى لزيارة مقام السيد العزراء بالواقع مقابل أرامه. يحتفل أهالي القرية والقرى المجاورة بعيد القوزين حيث يقومون بإشعال النار في 12 واحد أو فينا نقول مثلا أول الشهر على الشرقي، يقوم بإشعال النيران في جميع القرى عبارة عن رمز ديني، يقومون بصناعة الكبة والخبز المحمر وصناعة الأقراص ومعايدة بعضهم للبعض، معايدة أخوتنا المسيحي بيجوا بعيدنا مثل ما بنعيدهم نحن بعيد الكنيسة أو بعيد الفصح. نحن هون بالضيعة بعد جني موسم الحصاد وجمع الغلة مثل ما منقولها عندنا من العادات المتوارثة أو الموروثة هو دق الحنطة بالجرن مثل ما نكون شايفين. هالجرن هذا بدقوا في كل أهل القرية من أول القرية لآخر القرية من الحارة الجنوبية للحارة الشمالية، هاي بتدخل في المأكولات شو من دهريسة قمحية بلبن يعني طبعا نحن المرحلة بعد عملية قشرة الحنطون ناخدها ونشمسها بعد التشميس من عرضها لأشعة الشمس ومنتخلص من القشرة اللي بيكون موجود للحنطة، بعدين من نخزنها بالمخجون هذا بنستخدمه بالفصل الشتاء موني مثل أي مادة موجودة فيه. وعنا التقاليد بنحافظ كتير عليها، بس عنا نحنا في مي موجودة بالبيت بتجينا من مي من جورين، بس نحنا ما بنعتمد عليه بشكل كلي، بنروح نشرب من مية النبع، عنا نبع ميته كتير باردة جاي من قلب الجبال، من الجبال جاي لعنا عالضيعة يعني نشرب منه. بالإضافة عنا مثلا عنا نحنا بنجيب الحليب من نشتري الحليب من الناس هم بتربي بقار، بناخذ من عندهم الحليب من سخنه من خطره بنعمل منه قريشي بنعمل لبنة بنعمل بنشرب حليب
كمان في عنا عادي احنا بشهر آب بالاسبوع الثاني من آب في عنا عيد الكنيسي، عيد القديسي استيفانوس. بالمناسبة هاد بيجينا النطران من حلب بيزورنا مع مجموعة يعني زوار من العتيقية، بالإضافة من بخ هريسي قمح، يعني هريسي يعني قمح على فروج، على منذبح دبايح خواريف، منذبح جاج. بيجي بيصلي عنا بالكنيسة، بعد الصلاة بيجوا أهل القريب، يعني ما بس نحنا يعني بس نحنا الأرمام، بالإضافة لجيراننا المسلمين هون بيجوا من طعميهم من نفس الهي من رزي، يعني بيجوا في حكم كم سنة يصير عنا هون مهرجان. كمان عنا هون بهالفترة هاي بيعملوا كعك بزيت، كمان هذا بنعمله على التنور. بالإضافة كمان بالشهر هذا بنعمل سكيئة، بنجيب القمح وبنعمله برغول. أي كمان هون نحن أكتر شيء بيشتهروا بالأكل برغول على حمص على فروج، هذا بيطبخوه هون لأن هذا معروف. كمان بيعملوا قمحية على فروج، كمان هذا معروف. أي مشورة كتير هون على القريف يوم. قرية أرامو، بالنسبة لقرية أرامو كمناخ الخضار الأشجار اللي موجودة والخضار اللي موجود بقرية أرامو يمكن تمتاز فيه عن باقي المناطق الثانية، يعني الغابات اللي موجودة فيها ما موجودة مناطق ثانية، وبتشتهر بشكل عام بالنسبة لأي الغابات كلها غابات السنديان والغار. أو بالنسبة لقرية أرامو بتشتهر كمان بشكل عام بالنسبة لمزروعاتها، عندك شجرة التفاح، شجرة الكراز، التين، العنب، الفاكهة الصيفية بشكل عام شيء ممتاز عندنا بقرية أرامو. بالإضافة في عندنا موسم التبغ، موسم التبغ بالنسبة للصيف، وموسم القمح وما شابه. بالنسبة للشتاء عندنا هون المناخ قاسي جدا، ومعظم الناس بتستخدمون تدفئة على الحطب، لأنه المازوت ما مادة غير كافية وما بإمكاننا نستخدمه هون اليوم بالوقت اللي نحن فيه. والناس مثل ما بتعرف يعني ضمن الصيف بيشتغلوا كرمال مثل ما بيقول مثلا يأمنوا حال للشتاء، والشغل بالشتاء ما بيكون عندهم شغل نهائيا، ما عندنا ولا موسم ممكن نستخدمه بالشتاء.